ومن هذا أيضا من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ما نسمعه أحيانا من اتهام العلماء الكبار، العلماء الذين أفنوا أوقاتهم وشبابهم في طلب العلم وتحصيل وكذا، يأتي آخر يقول إيه هذا علماء حيض ونفاس، أو هؤلاء علماء سلطان، فقط لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر أو في تنزيل الأمور على القواعد الشرعية أو كذا. قال علماء خذ منهم حيض ونفاس بس، لا تأخذ منهم سياسة ودين، لا لا لا، حيض ونفاس حدهم، الجهاد والأحكام السلطانية هذا مو عندهم، من عنده إذا؟ أو يقول هذا علماء سلطان. حتى أذكر أنا أنه حدثنا أحدهم تكلم عن هيئة كبار العلماء خاصة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن داود، والشيخ ابن غديان، وغيرهم رحمه الله بن غصون، الله يرحمهم، أكثرهم توفوا. فيقول هؤلاء علماء السلطان. فقلت له أنا أبت أتنزل معك، علماء السلطان ما مفهوم علماء السلطان؟ علماء السلطان هم الذين يفتون السلطان بما يشتهي. وذلك يقول أهل العلم العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، الأمير، الرئيس، الملك، هذا عالم سلطة يفتي بما يشتهون. والثاني عالم أمة، عالم الأمة ما يطلبه المستمعون. شنو الشيء اللي يونس الناس اللي يخليهم يحبونه؟ يفتيهم، المهم يكسب أصوات الناس، يكسب حب الناس، يكسب، يسهل لهم، سهل سهل حق الناس، سهل حق الناس. هذا من عالم أمة يريد أن الأمة تمدحه والناس يثنون عليه وكذا. الثالث عالم ملة، عالم ملة قال الله قال الرسول دين. فقلت له أنت تتهم هؤلاء العلماء بأنهم علماء سلطة؟ قال نعم. قلت أعطني فتوى واحدة بس، فتوى واحدة ما أريد أكثر، فتوى واحدة أفتوا بها تخالف الشرع وتوافق الحاكم، بس أريد واحدة. قال كثير، قلت أعطني واحدة. قال ما عندي سهل مشي. فهؤلاء ما عندهم إلا الدعاوى الباطلة، الدعاوى الباطلة فقط. فلذلك لا يجوز اتهام العلماء بمثل هذا الكلام، عالم سلطة، عالم حيض ونفاس وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان.